بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. ما زال التواصل مستمر في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة في انطلاقة سن الحقايق. على بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الرابع والعشرون للإبكار الحقايق فئة الانتاج والمنتجين. على بركة الله نبدأ مباشرة مع الصدارة، سمح من تفتتح النداء، عبد الله بن راشد بن ناصر الدرعي يقدم شعاره، بينما المركز الثاني أملولة راشد بن حمد بن حميد الدرعي يقدم شعاره. المركز الثالث القادمة العزوم خميس بن سالم بن حسن المنصوري، والقدوم من نجود ناصر بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي هو القادم، بينما المركز الخامس الحضور من هدية محمد بن هادي بن سليم المنهالي يقدم لنا شعاره. وحضرت شعارات تقدمت أشواق سالم بن سعيد بن راشد بن لويه الدرعي، والقدوم أيضا من جلمودة محمد بن سلطان بن حمود الدرعي. هكذا هي النتيجة. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، إلى سمحة عبد الله بن راشد بن ناصر الدرعي يقدم لنا شعاره. وحضرت الأسماء، حضرت الشعارات، جلمودة قادمة، محمد بن سلطان بن حمود الدرعي يقدم شعاره، وأيضا الحضور أتابع أملولة راشد بن حمد بن حميد الدرعي. نجود قادمة مع المركز الرابع، ناصر بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى سمحة. سمحة ما زالت مع المركز الأول، ولكن من غير الجلمودة محمد بن سلطان بن حمود الدرعي وشعاره. يقدم أملولة، يقدم أملولة، الناموس لمن، الفوز لمن، والقادمة أشواق سالم بن سعيد بن راشد بن الوهي الدرعي. ولكن بسم الله على أملولة وانطلاقتها، أملولة ولا جلمودة، محمد بن سلطان بن حمود الدرعي. جلمودة، جلمودة مع الفوز ومع الناموس. سلام يا الدرعي، سلام محمد بن سلطان بن حمود الدرعي. المركز الثاني أوصلت بهدى علي بن سعيد بن محمد بن حميد الوهيبي، عامر بن سعيد بن محمد بن حميد الوهيبي. المركز الثالث أوصلت أشواق سالم بن سعيد بن راشد بن لويهي الدرعي. المركز الرابع أوصلت سمحة عبد الله بن راشد بن ناصر الدرعي. والمركز الخامس هملولة راشد بن حمد بن حميد الدرعي. تانينا والناموس لمالك جلمودة. توقيت والزمن دقيقتين 58 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك جلمودة محمد بن سلطان بن حمود الدرعي. المركز الثاني كانت فهدة عامر بن سعيد بن محمد بن حميد الوهيبي. دقيقتين 58 ثانية، تسعة أجزاء من الثواني. والمركز الثالث أوصلت أشواق سالم بن سعيد بن راشد بن لويهي الدرعي. دقيقتين 58 ثانية، تسعة أجزاء من الثواني. المركز الرابع أوصلت بتوقيت زمني 3 دقائق بدون ثواني. توقيت المركز الرابع جزء واحد من الثانية.
المركز الرابع متابعينا الكرام كانت بتوقيت زمني وصلت بتوقيت زمني 3 دقائق بدون ثواني 6 أجزاء من الثانية. وكان الشعار متابعينا الكرام سمحة عبد الله بن راشد بن ناصر الدرعي، والمركز الخامس 3 دقائق بدون ثواني 7 أجزاء من الثانية، وكان الشعار هملولة راشد بن حمد بن حميد الدرعي. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين.